وإن شاء الله تتعلمون شيء تفيدون نفسك ووطنك وشيوخ. لما قاعد أظهر الدخان إن المرأة تقدر توصل لأي مكان، سواء كان هذا الشيء داخل الدولة أو خارج الدولة. It's never be too late to save the nature or save the world. ولكن عادة تكون هي فرانتيرز تكون high risk high reward، يعني العائد منها يكون كبير جداً.